أسعد الله صباحكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى جولة جديدة في الصحف المحلية والعربية والعالمية. نبدأ جولتنا بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد، وبداية الجولة في الصحف المحلية مع جريدة الصباح وأبرز العناوين التي تناولتها لهذا اليوم. الرئاسات تدعو لإنهاء حالة الانسداد السياسي. صالح والزميلي يحثان على الإسراع بتشريع القوانين الخدمية. تحذيرات من عودة الاحتجاجات ومخاوف من انتشار سريع للحمى النسفية. وزارة الصحة تتسلم شحنة من أدوية علاج الأمراض السرطانية. المرور تلغي الاستثناءات الخاصة بتظليل زجاج المركبات. مشاهدينا، هذه كانت أبرز العناوين التي جاءت في الصباح. من الصباح ننتقل إلى الزوراء وإليكم أبرز ما جاء فيها. الرئاسات الثلاث تعطل الاستحقاقات الدستورية، أو تعطل الاستحقاقات الدستورية يمثل ظاهرة غير مقبولة ويجب الإسراع بتشكيل الحكومة. الكاظمي يوجه بمراقبة الأسعار في الأسواق ويشدد على ضرورة بذل أقصى الجهود لتأمين الكهرباء بالصيف. نائبان يحددان للزوراء أسباب جعل الجواز العراقي متذيل التصنيفات العالمية ويحملان الحكومات المتعاقبة المسؤولية. قصف إسرائيلي على غزة تزامنا مع اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى. مشاهدينا، أما آخر الصحف المحلية لدينا لهذا اليوم صحيفة الزمان وأبرز ما عنونته في صفحتها الأولى. الرئاسات تحذر من مغبة الانسداد وتعطيل الاستحقاقات الدستورية. جونسون يبلغ البرزاني دعم بريطانيا لحل مشاكل بغداد وأربيل. التربية تناقش مع فنلندا تحسين مستوى التعليم. وآخر العناوين في الصحف المحلية، الحزام الأخضر حول كربلاء يدفع فاتورة الإهمال والجفاف. ما الديمقراطية إلا خوف؟ مقال في صحيفة الصباح للكاتب أحمد عبد الحسين، نقرأ منه هذه السطور. بعيداً عن الدرس المنهجي، فإن الفارق الحاسم بين نظام حكم ديكتاتوري وآخر ديمقراطي ليس الاحتكام إلى صناديق الاقتراع، بل أمر يتعلق بالسؤال التالي: من يخاف ممن؟ إذا كان الشعب خائفاً من سلطته فهذا الحكم ديكتاتوري مبين، وإن كان العكس ورأيت السلطة ترتعب خوفاً من شعبها فهو نظام ديمقراطي. واعتقادي كل الفوارق الأخرى تقع على هامش هذا التوصيف. ليس بمقدور السياسي إعطاء ضمانة على رسوخ الديمقراطية. الضمانة الوحيدة لذلك هو صوت الناس، صوتهم في الانتخابات. فإن ضاع صوتهم في الصناديق هباء، فإن صوتهم في الساحات سيكون أكثر وضوحا. من الصندوق إلى الساحات معادلة طرفها الناس والحاكمون، وسيكسب فيها لا الأكثر مالا ولا الأكثر نفوذا ولا الأكثر ارتماء في حضن الأجنبي، بل الأقدر على إخافة الآخر. مشاهدينا، وللحديث أكثر عن آخر المستجدات في الشأن المحلي انضم إلينا مباشرة من بغداد أستاذ العلوم السياسية دكتور أسامة السعيدي. أهلا ومرحبا بك دكتور أسامة معنا. يعني نصف المهلة التي منحها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر انقضت، هل من مستجدات تدخل في هذا الموضوع؟ نعم، شكرا جزيلا لك سيدتي الكريمة ولمشاهدي قناتكم سعد صباحكم، وشكرا جزيلا على الاستضافة. طبعا تقريبا في شهر رمضان المبارك هو أشبه سبات نسبي، خلينا نقول على الأقل ما يتعلق بالكتلة الصدرية اللي أعلنت تجميد ما قبل شهر رمضان، تجميد الحوارات أو الاتصالات السياسية، وهذا طبعا اللي أعطى فسحة إلى الطرف الآخر اللي هو الإطار التنسيقي بأن يكون أو يقوم بحركات مكوكية واتصالات مستمرة. أولا الاجتماعات داخل هذا الإطار في محاولة لتسويق الرؤى والأفكار اللي يمكن أن تساهم في تقريب وجهات النظر، وثانيا التواصل مع أطراف من الحزب الديمقراطي وأيضا من تحالف السيادة
سبيلا لإيجاد نوع من الضغط على الكتلة الصدرية، وبالتالي الوصول إلى حل يمكن أن يكون خلينا نسميه حل ترضية أو حل وسط يمكن أن يرضي كل الأطراف باتجاه تشكيل أو حل عقدة أولا الاتفاق على مرشح لرئاسة الجمهورية وإكمال النصاب المطلوب للجلسة الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية بأغلبية بالثلثين، والقضية الثانية هو الاتفاق وإن كان هو قد يكون مسبق قد حصل على شخص رئيس الوزراء المكلف واللي أعلنت عنه الكتلة الصدرية في مناسبة سابقة لما بعد انتخاب رئيس الجمهورية. دكتور أسامة، هل نتأمل بالنصف الثاني من المهلة النصف القادم حدوث تغييرات في المشهد السياسي؟ هو إلى الآن حقيقة لا توجد مؤشرات حقيقية، يعني في ظل خلينا نسميه عدم وجود تصريحات متقابلة، التصريحات هي قد تكون أو اللقاءات من طرف واحد، لكن اللي نتأمله كمتابعين أن تكون المخرجات أو المعطيات هو ما بعد العيد إن شاء الله، بعد انتهاء شهر رمضان وبداية عطلة ما بعد انتهاء العيد، سيكون هناك وضوح لوضع النقاط على الحروف، سيكون هناك وضوح للإجراءات والآليات اللي ممكن تحرك يعني النقاط أو خلينا نسميها الفقرات المتعلقة بانتخابات رئاسة الجمهورية ومن ثم تكليف رئيس الحكومة. إلى الآن لا توجد هناك أي بوادر، لم يصدر يعني من أي كتلة، يمكن عدا بعض الكتل المستقلة اللي قالت ممكن أنا أنه أشكل يعني أغلبية، لكن هذا قد يكون الأمر يعني تصريح أكثر تصريح سياسي أكثر ما هو تصريح واقعي. إلى الآن يعني الرهان ينعقد على الكتل الكبيرة المؤثرة، المستقلين لم ينجحوا في أن يكونوا كتلة أو لم ينجحوا في أن يكونوا متفقين فيما بينهم. طيب جميعا دكتور أسامة، على ذكر المستقلين، قدموا مبادرة، إلى ماذا تؤشر هذه المبادرة؟ المبادرة أنا أعتقد هي جزء من تحريك المشهد، يعني المستقلين لو كانوا متفقين من البداية كان هم كانوا بيضة القبان، يعني رجحوا كفة على حساب كفة، لكن واضح أنه النسبة يعني النسبة لا يستهان بها، لا نريد أن نقول النسبة الأكبر، النسبة لا يستهان بها من المستقلين، أما أن ذهبوا مع الإطار التنسيقي أو ذهبوا مع الكتلة الصدرية وبقت نسبة بسيطة، هي بصراحة قد تكون نسبة غير مؤثرة، لها خطابها، لها مطالبها، لها التزاماتها على الأقل مع ناخبيها مع جمهورها، لكن لو كانوا المستقلين كتلة واحدة متفقة كالإطار التنسيقي كالكتلة الصدرية والتحالف سيادة كان يمكن أن تكون هناك حقيقة يعني تأثير واضح، لكن هذا التشظي هو اللي أضعف من حظوظ المستقلين في أن يمارسوا دورا مؤثرا في مجلس النواب الحالي على الأقل خلال هذه المرحلة. طيب دكتور أسامة، انضمام المستقلين إلى بعض الكتل هل ولد خللا بمخرجات الانتخابات؟ لا، هو طبعا يعني الأصل في الموضوع أنه الناس انتخبت لكونه مستقل، لكن أن يكون مزاج السياسي مع هذه الكتلة أو تلك هذا لا يلغي من استقلاليته، لكن أدى إلى أنه ما يكون أكو نهج أو خلينا نسميه طريق أو طريق ثالث ما بين الطريقين، اللي هو ممكن أن يعبر بدرجة أكبر بصراحة عن رغبة الناس ورؤيتهم بأن يكون المستقلين لهم حظوة على حساب باقي الكتل مع احترامنا لهم، لكن المزاج الشارع عموما في نسبة كبيرة لا يستهان منه، الناس تفضل المستقل على حساب الشخص اللي ينتمي إلى قائمة أو ينتمي إلى حزب، لذلك كان يفترض بالمستقلين أن يعني يحترموا إرادة الناخب وأن يحافظوا على استقلاليتهم دون الاندماج أو دون تأييد كتلة على حساب كتلة، وبالتالي كان يمكن أن يكون لهم حظوظ وأن يقولوا كلمتهم أفضل مما هم انضووا لمن انضوى طبعا أن ينضووا مع هذه الكتلة أو تلك. طيب دكتور أسامة، من خلال مراقبتكم لتحركات الإطار، هل يشكل الحكومة منفردا بدون التيار الصدري في حال ضمن التفاهمات؟ يعني كل تصريحات الإطار التنسيقي تنفي نفيا قاطعا أن يكون هناك رغبة حقيقية بتجاوز الكتلة الصدرية، على العكس في ذروة الأزمة كانوا يصرحون ويؤكدون على أنه لا يمكن يعني انقسام المكون السياسي الشيعي، لابد أن تكون الحفاظ على وحدة هذا المكون ومن ثم الانطلاق للحوار باتجاه الخيارات السياسية للمناصب السيادية وأيضا الانطلاق للحوار باتجاه البرنامج الحكومي المقبل، لذلك ما ممكن عمليا وفق هذا المنطق أن يتم تجاوز الكتلة الصدرية ولا حتى عدديا أن يتم تجاوز الكتلة الصدرية، الرغبة في هذه المرحلة أن يكون توافق، لكن دكتور أسامة، لكن موقف الإطار هو ناجم عن الرغبة بالتوافق؟
نعم هو هذا اللي أكد عليه، لكن النقطة الأبرز أنا أعتقد أنه لابد أن تكون أكو رؤية لما بعد هذه المرحلة، يعني تكون أكو رؤية أنه إنهاء حالة التوافق باتجاه الأغلبية السياسية، لكن أنا دائما أؤكد أنه لا أغلبية سياسية من دون تعديلات دستورية، لأنه دستورنا صمم وفق منهج توافقي، وفق فلسفة توافقية، ما ممكن الآن نجي نقفز على هذا الدستور ونسوي أغلبية سياسية، وإلا راح نكون أمام يعني عثرات ومشاكل، وواحدة من هذه العثرات اللي شفناها هو موضوع اكتمال النصاب الخاص بانتخاب رئيس الجمهورية. طيب. خلي نكون هاي التوافقية مرحلة انتقالية ما ممكن تستمر نستمر عليها، لكن المرحلة المقبلة لازم يتم عملية. دكتور أسامة، لا يوجد نص دستوري صريح بالتوافق. صحيح، لا يوجد نص دستوري صريح بالتوافق، لكن الخطوات الخاصة بتشكيل الرئاسات الثلاث في ثناياها هي توافقية، أن يكون انتخاب رئيس البرلمان ثم يعقبه انتخاب رئيس الجمهورية ثم يعقبه تكليف رئيس الكتلة الأكبر، هذا معناته أنه حالة توافقية، أي أنها بفترات زمنية متتالية متوالية. لو كان الدستور أو المشرع العراقي جعل انتخاب رئيس الجمهورية بوقت وانتخاب رئيس البرلمان بوقت وتكليف الحكومة الأخرى بوقت آخر، كان فككنا هاي الحالة التوافقية. يعني لو افترضنا أن السيد برهم صالح كان تستمر ولايته لسنتين جديدة، كان ممكن الآن الكتلة الأكبر تقدم له طلب وتقول له تفضل احنا الكتلة الأكبر، وبالتالي هو مضطر أن يكلفها مهما كانت هذه الكتلة. لكن وضع هذه الحلقات بصورة متوالية أو متوازية أدى إلى أن نؤكد على أو أن المشرع أراد أن يؤكد على حالة التوافق منعا لانفراد أحد المكونات بالعملية السياسية، والفقرات الخاصة بالثلثين هي فقرات صريحة تمنع حالة الانفراد بالأغلبية البسيطة. طيب، استمرار اعتكاف التيار الصدري وامتناع أعضائه عن أي تصريح، هل زاد من الغموض بشأن مستقبل التحالف الثلاثي؟ والله هذا هي وجهة نظر يعني الأخوة في الإطار أو الأخوة في الكتلة الصدرية، في أنه ما يكون لهم أي تصريح أو يخرج نوابهم يصرحون إلى وسائل الإعلام أو يخرجون في يعني في برامج سياسية، وقد تكون هذه وجهة نظر محترمة في أنه تقلل يعني من حجم التباين أو الاختلاف أو الاحتقان، وحتى لا نكون حالة من المناكفات المستمرة، وبصراحة هي في أغلبها مناكفات يعني غير منتجة، اللي هي قد تكون على مستوى الحوارات واللقاءات المباشرة وصرك وصدام في بعض القنوات الفضائية. لذلك أنا أعتقد هو رأي محترم وقد يكون فيه وجهة نظر فيها نوع من الصحة، لكن الانسداد لا يزال موجود ولا يزال قائم. هو احنا هم هذا مصطلح سوقته الأحزاب، هو احنا نسميه أزمة سياسية بالمصطلح الدارج. هاي الأزمة نتاج لاختلاف وجهات نظر، نتاج لتباينات، ما ممكن يكون حل الأزمة ما لم يتم وصول إلى حوارات وتفاهمات. وأنا أرجع وأكد الدستور ألزم أو الدستور العراقي ركز بصورة مستترة، عودا على سؤال حضرتك قبل قليل قلت لي أنه ما كنا صريح، المشرع أراد بصورة مستترة أن يكون هناك حالة توافق. إذا أردنا أن يعني نتطور أو تتطور العملية السياسية أو النظام السياسي باتجاه الأغلبية، خلونا نعالج الأطر الدستورية، خلونا نعالج الأسس السياسية، ومن ثم نكسر هاي الأعراف السياسية اللي جرت عليها العادة من 2005 إلى اليوم. وأكيد راح يكون أنا بتقدير إذا ما حصل موضوع الأغلبية السياسية راح يكون أكو هامش من المستقلين، راح يكون أكو هامش من خلينا نسميه التعبير عن إرادة الناس اللي ترغب بالإصلاح ومن ثم التخلص من الحقبة السابقة. طيب دكتور أسامة، في حال إن استمر الانسداد هل سنتوجه إلى التوافقية أم هناك سيناريوهات أخرى سترسم في المستقبل؟ الخيارات هي خيارات واضحة، يا أما أن تصل الكتلة الصدرية إلى قناعة باستحالة الأغلبية السياسية وفق نتائج الانتخابات ووفق النصوص الدستورية الحالية، وبالتالي يذهبون إلى التوافق وفق شروطهم طبعا باعتبار أنه هم يشكلون كتلة لا بأس بها. القضية الثانية هو لا، إذا بقت هذا بصراحة التزمت بالرأي، أنه بما أنه يكون المجلس النواب عاجز على انتخاب رئيس جمهورية وعاجز على أن يكلف رئيس حكومة جديد، فالحل المنطقي الدستوري هو بأن البرلمان يحل نفسه والدعوة إلى انتخابات مبكرة جديدة خلال 60 يوم بموجب مرسوم جمهوري صادر من رئيس الجمهورية الحالي. لكن أنا بتقدير هذا الخيار الثاني هو خيار لن يكون خيارا منتجا، لأننا بصراحة لا في ظرف داخلي يسمح لنا أن نقوم ببروفة ثانية أو انتخابات ثانية،
لأنه نفس الأدوات راح تبقى، نفس القانون، نفس المعطيات، نفس مزاج الشارع اللي هو قد يكون ما عنده القناعة الكبيرة بالمشاركة السياسية، وراح تكون أيضا نسبة مشاركة محدودة، وبالتالي ما راح تنتج لنا هاي الانتخابات شيء جديد. أعتقد الاتفاق على مرحلة انتقالية لمدة سنتين على أمل أن يكون هناك تغيير باستكمال قانون الانتخابات وإجراء إحصاء سكاني، تعديل الفقرات الخاصة بالتوافقية السياسية. أنا أعتقد ما بعد هذه السنتين ممكن أن نتحدث عن انتخابات مبكرة تغير من قواعد اللعبة وتغير من نتائج الانتخابات. نعم، أستاذ العلوم السياسية دكتور أسامة السعيدي كنت معنا مباشرة من بغداد، أشكرك جزيل الشكر. نبدأ جولتنا في الصحف العربية والعالمية من صحيفة الأهرام المصرية، ومنها بغداد تستدعي سفير أنقرة وتسلمه مذكرة احتجاج بسبب العمليات العسكرية التركية. أعلنت وزارة الخارجية العراقية أمس الثلاثاء أنها استدعت سفير أنقرة لدى بغداد وسلمته مذكرة احتجاج بسبب العمليات العسكرية التركية شمالي البلاد. وذكرت في بيان صحفي: استدعينا سفير الجمهورية التركية لدى العراق علي رضا كوناي على خلفية الخروقات والانتهاكات المستمرة للجيش التركي، ومنها العملية العسكرية الأخيرة واسعة النطاق، اطالت مناطق ميتينا، الزاب، أفايشين وباسيان في شمال العراق. ومن الرياضة السعودية نقرأ: لافراف روسيا لا تدرس إمكانية استخدام أسلحة نووية في أوكرانيا. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن روسيا لا تدرس إمكانية استخدام أسلحة نووية في أوكرانيا، وتعليقا على تصريح للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حول اعتزام روسيا استخدام أسلحة نووية. قال لافروف: زيلينسكي كان هو الذي تحدث عن هذا، لا يمكنني بصراحة التعليق على ما قاله شخص غير متزن. ونقل موقع قناة أرتي عربية عن لافروف القول أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لم تكن خياراً. ومن الاتحاد الإماراتي نقرأ: روسيا تسيطر على مدينة كريمينا والقوات الأوكرانية تنسحب. أعلن سيرهي غايداي حاكم منطقة لوجانسك أمس الثلاثاء أن القوات الروسية سيطرت على مدينة كريمينا في شرق أوكرانيا، وأن القوات الأوكرانية انسحبت من المدينة. ويبدو أن كريمينيا التي يزداد عدد سكانها على 18,000 نسمة والتي تبعد نحو 100 كيلومتر جنوب شرق العاصمة كييف هي أول مدينة يتم الاستيلاء عليها في هجوم روسي جديد في شرق أوكرانيا. وقال غايداي في إفادة صحفية أن كريمينيا تحت سيطرة الروس، لقد دخلوا المدينة. ونشر صحيفة القبس الكويتية جزر سليمان تشعل صراعا جديدا بين أمريكا والصين. يزداد الصراع بين الصين وأمريكا حدة، فبعد تحذيرات غربية من خطط بكين الاستيلاء على تايوان ولو بالقوة، تنبه واشنطن من مسعى صيني جديد بالتمدد عسكريا في جزر سليمان بالمحيط الهادي، وذلك من خلال توقيع الطرفين اتفاقا لم يدخل نطاق التنفيذ بعد، يسمح لبكين بتدخلات في المنطقة. وعليه يتوجه وفد أمريكي رفيع المستوى لجزر سليمان بغية إحباط هذا المخطط. بدوره قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس: نعتقد أن توقيع مثل هذا الاتفاق يمكن أن يزيد زعزعة الاستقرار ويشكل سابقة مقلقة لمنطقة المحيط الهادي الأوسع. وفي الصحافة العالمية وفيها من صحيفة الشرق الأوسط: روسيا تطرد 36 دبلوماسيا بلجيكيا وهولندية. أعلنت روسيا أمس الثلاثاء طرد 36 دبلوماسيا بلجيكيا وهولنديا ردا على جزء مماثل اتخذته بلجيكا وهولندا عقب الهجوم الروسي على أوكرانيا. وكانت روسيا قد أعلنت من 8 نيسان طرد 45 دبلوماسيا بولنديا ردا على تدابير مماثلة اتخذتها وارسو في نهاية أذار.
وأفادت وزارة الخارجية الروسية آنذاك في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عملا بمبدأ المعاملة بالمثل. أعلنوا 45 متعاونا مع سفارة بولندا وقنصلياتها العامة في إيركوتسك وغالينغراد وسان بطرسبورغ أشخاصا غير مرغوب فيهم، وكان أمام الدبلوماسيين مهلة حتى 13 من نيسان لمغادرة روسيا. أما صحيفة جريدة الكويتية فنقرأ منها: التعاون الإسلامي تدين الأعمال الاستفزازية لحرق نسخ. دانت منظمة التعاون الإسلامي أمس الثلاثاء الأعمال الاستفزازية لقيام بعض المتطرفين بإحراق نسخ من المصحف الشريف خلال مظاهرات معادية للمسلمين في السويد. وقال الأمين العام للمنظمة حسين طه في بيان صحفي أن تلك التجمعات التي نظمها حزب سترام كورس الخط المتشدد الدنماركي اليميني المتطرف، فقامت مشاعر القلق في العالم الإسلامي من تنامي موجة الإسلاموفوبيا التي يشنها أنصار اليمين المتطرف. وعلى صفحتها العالمية نشرت العربية جديد: توتر متزايد على الحدود الأفغانية الباكستانية. ارتفعت وتيرة التوتر على الحدود بين باكستان وأفغانستان خلال الأيام الماضية على خلفية هجمات قالت إسلاماباد إنها استهدفت الداخل الباكستاني، ومصدرها المناطق الحدودية شرق أفغانستان والتي استدعت ردا منها أدى إلى سقوط عشرات القتلى المدنيين. وجاء هذا التصعيد والذي تلاه تحذير قوي اللهجة صدر عن حكومة حركة طالبان الأفغانية نتيجة تراكم التعقيدات التي صبغت العلاقة كما يبدو بين إسلاماباد وكابول منذ سيطرة طالبان على الحكم في أفغانستان في أب الماضي. والختام في الأخبار العالمية من صحيفة القدس العربي نقرأ منها: الاتحاد الأوروبي يسعى لإعطاء رأيه بشأن ترشح أوكرانيا للانضمام له في حزيران. تسعى الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي إلى إبداء رأيها بشأن محاولة أوكرانيا لكي تصبح مرشحة للانضمام إلى التكتل في حزيران المقبل. وأفادت وكالة بلومبرغ للأنباء أمس الثلاثاء بأن رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فوندرلاين سلمت استبيان عضوية إلى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عندما زارت كييف في وقت سابق من الشهر الجاري. من جانبه قال نائب رئيس وزراء أوكرانيا إن أوكرانيا قدمت جولتها الأولى من الإجابات وإنها تعمل بالفعل على المجموعة التالية من الأسئلة. وإلى جولة في الأخبار الاقتصادية، حيث نشرت صحيفة الخليج الإماراتية الحذر من الأسهم الصينية يتزايد وسط مخاوف النمو. بحسب بيانات من شركة الأبحاث IBFR العالمية، فقد تزايد حذر المستثمرين حول الأسهم الصينية خاصة تلك المدرجة في الخارج في الربع الأول من العام الذي هزته التوترات الجيوسياسية والمخاوف بشأن النمو. وأظهرت البيانات أنه بينما انتهت الفترة بأكثر من 20 مليار دولار من صافي التدفقات الداخلة إلى أسهم البر الرئيسي الصيني، فقد حدث الجزء الأكبر في كانون الثاني، ثم انخفضت وتيرة الشراء بشكل حاد. ومن صحيفة الاقتصادية السعودية نطالع تراجع إنتاج الأرز ينذر بأزمة غذائية شاملة. تسبب ارتفاع أسعار الأسمدة في تقليص مزارعي الأرز في آسيا، وهي خطوة تهدد محصولا أساسيا لإطعام نصف البشرية، ويمكن أن تؤدي إلى أزمة غذائية شاملة إذا لم يتم وضع حد لارتفاع الأسعار. ومن الهند إلى فيتنام والفلبين ارتفعت أسعار مغذيات المحاصيل المهمة لتعزيز إنتاج الغذاء بمقدار الضعف أو الضعفين.
وتوقع المعهد الدولي لبحوث الأرز في الفلبين انخفاضاً 10% في الموسم المقبل. على صفحة العلوم والتكنولوجيا لصحيفة اليوم السابع المصرية نقرأ: الصين تبدأ بتشغيل محطتها المدارية العام الجاري. أعلنت إدارة الفضاء الوطنية الصينية أن بلادها تسعى لتشغيل محطتها المدارية بشكل رسمي العام الجاري وفقا لتقرير RT. وحول الموضوع قال رئيس برنامج الرحلات الفضائية المأهولة في الصين هاو تشون: تخطط الصين لتنفيذ 6 عمليات إطلاق فضائي سترسل فيها مركبات إلى محطتها المدارية بهدف استكمال بناء المحطة وتشغيلها، ومن ثم ستبدأ عملية تطوير قدرات المحطة. وعلى صفحة العلوم والتكنولوجيا لصحيفة النهار اللبنانية نطالع: روبوتات صغيرة تحقن في الدماغ، علاج يحول الخيال العلمي إلى حقيقة. كانت فكرة حقن روبوتات صغيرة في الدماغ البشري لإجراء عمليات علاجية فيه مجرد ضرب من الخيال العلمي، لكنها قد تتحول حقيقة بفضل شركة أمريكية ناشئة. وتعتزم شركة بايونت لابس إجراء تجاربها السريرية الأولى على البشر بعد عامين فقط لاختبار روبوتات صغيرة قابلة للحقن يمكن التحكم بها في الدماغ باستخدام تقنيات تعتمد على المغناطيس. ويقول المشارك في تأسيس الشركة رئيسها التنفيذي مايكل شيبغلنبارت إن فكرة الروبوت الصغير ظهرت قبل أن أولد. وفي الشأن الصحي نطالع في صحيفة الرؤية الإماراتية: خبراء يحذرون من استخدام مكملات الأطفال الغذائية دون استشارة الطبيب. أوضح استطلاع رأي أن نصف الآباء يعانون من صعوبة جعل أطفالهم يأكلون نظاما غذائيا متوازنا، وأن نصف الأطفال يتناولون مكملات غذائية بانتظام لتعويض هذا النقص، وذلك وفقا لاستطلاع الرأي الوطني للأطفال التابع لجامعة ميشيغان حول صحة الأطفال. وأكد الخبراء أن بعض الآباء قد لا يدركون أن المكملات لا تخضع لاختبارات صارمة وموافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بشكل عام، مما يجعل استخدام تلك المكملات لابد أن يكون تحت إشراف طبيب. ونبقى في شأن الصحي ونطالع في صحيفة البيان الإماراتية: لقاحات جديدة ضد أوميكرون في ألمانيا والصين. يبدأ استخدام لقاح لفيروس كورونا تم تكييفه ليلائم المتحور أوميكرون اعتبارا من أيلول المقبل على مستوى ألمانيا، فيما تمت الموافقة على لقاحين صينيين محتملين مصممين خصيصا لمقاومة أوميكرون للتجارب السريرية. وقال وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ: نتوصل إلى لقاح يقي من متحور أوميكرون، نتوقع ذلك في أيلول. وأوضح لاوترباخ أن ظهور متحورات جديدة باستمرار جعلت من الصعب علينا بشكل متزايد الاستعداد للتحورات. وإلى أخبار ثقافة والفنون نطالع في صحيفة الرأي القطرية: ترجمة عربية لكتاب الشعبوية والسياسة العالمية. أصدر المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في قطر كتابا ضمن سلسلة ترجمان بعنوان الشعبوية والسياسة العالمية سبر الأبعاد الدولية والعابرة للحدود، من تأليف كل من السيد فرانك ستينجل المتخصص في علم الاجتماع السياسي الدولي في جامعة كيل في ألمانيا، والسيد ديفيد ماكدونالد أستاذ العلوم السياسية وبحوث القيادة في جامعة غويل في كندا،
وديرك نابرز الحاصل على الدكتوراه في العلاقات الدولية من جامعة مونستر في ألمانيا. ومن أخبار الثقافة والفنون أيضا نقرأ في صحيفة الأهرام، وزيرة الثقافة المصرية تعلن إطلاق مشروع سينما الشعب في محافظة مصر. أطلقت وزيرة الثقافة في مصر إيناس عبد الدايم مشروع سينما الشعب الذي يهدف إلى تقديم الأعمال السينمائية المعاصرة والحديثة بأسعار رمزية في متناول كل فئات المجتمع والمواطن المصري البسيط من خلال قصور وبيوت الثقافة المنتشرة في مختلف محافظات مصر، ويتم تنفيذه بدور العرض السينمائي التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة وبإشراف الفنان ثامر عبد المنعم مدير عام الثقافة السينمائية اعتبارا من أول أيام عيد الفطر المبارك. وفي الأخبار المنوعة نقرأ من صحيفة أخبار رؤية، عودة كرنفال الألوان والاحتفالات المبهجة إلى ريو. بعد عامين من تأجيلها بسبب الجائحة، تعود مسيرات الكرنفال الشهيرة في ريو هذا العام لتعيد أجواء الاحتفالات الصاخبة المليئة بالرقص والغناء والألوان المبهجة. وجاء الإعلان عن عودة الاحتفالات الشهيرة بعد اجتماع مجلس السياحة في ريو المعروف بريو تور، حيث تم الكشف عن الجدول الرسمي لكرنفال 2022 ليمثل بشرى سارة لمن يتطلعون إلى زيارة العاصمة البرازيلية. وأيضا في الأخبار المنوعة نقرأ من صحيفة البيان، لغز يحير الخبراء، انكماش جليد البحر في القطب الجنوبي إلى أدنى مستوى. انكمشت المنطقة المغطاة بالجليد البحري في القارة القطبية الجنوبية هذا العام إلى أدنى مستوى مسجل وفقا لسجلات بدأت منذ أواخر السبعينيات. وذكر باحثون صينيون من جامعة سان ياتسين في جوانشو ومختبر علوم البحار الجنوبية أن الرقم القياسي المنخفض المسجل في 25 من شباط 2022 هو ثاني انخفاض حاد في الغطاء الجليدي خلال 5 سنوات فقط. ويبحث الخبراء في التيارات المحيطية وظواهر الطقس التي تقف وراء ذوبان الجليد، لكنهم لا يزالون يواجهون العديد من الألغاز. ونطالع في الشأن الرياضي لصحيفة القدس العربي كلوب، لن أكرر ما فعلته مع محمد صلاح. تفادى الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول التعليق على وضع عقد ساديو ماني مع الريدز بعد أن تسبب بحالة من سوء التفاهم عند مناقشة تجديد عقد محمد صلاح مع النادي الإنجليزي. ونشرت صحيفة ميرور تصريحات كلوب بعد أن سئل عن وضع ماني، هذا خطأي، لقد أخطأت في التحدث إليكم عن حالة عقدمه وهو ما لا أفعله عادة. وأضاف، لقد أدى ذلك إلى الكثير من سوء الفهم وأنت تسأل مرة أخرى، لذلك أعود إلى أسلوب السابق وأغلق الباب مرة أخرى. أما صحيفة الاتحاد فقد طالعتنا بصفحتها الرياضية، ريال وبرشلونة ينتظران مهام صعبة خارج الديار. تشهد الجولة 33 للدوري الإسباني لكرة القدم التي تقام خلال منتصف الأسبوع خوض ريال مدريد وبرشلونة مباراتين صعبتين خارج الديار، عندما يشدان الرحال إلى منطقتي بامبلونا وسان سيباستيان لمواجهة أوساسونا وريال سوسيداد على التوالي، وذلك في وقت بات فيه الملكي بحاجة إلى 7 نقاط فقط بغض النظر عن نتائج منافسيه لاستعادة اللقب.
مشاهدينا، أما الآن وصلنا إلى ختام جولتنا في الصحف. نتمنى أن تكون الجولة نالت استحسانكم ورضاكم. شكرا لكرم المتابعة وإلى اللقاء.